هستقبل ضيفي من خلال أبليكيشن زوم الكاتب الصحفي خالد إبراهيم عشان نعرف منه أكتر رأيه إيه في موضوع الحلقة والحرية الشخصية والترند وركوب الترند. زيك يا خالد، ازي حضرتك يا استاذه ايمان؟ مساء اخبارك الخير. ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. تمام. طبعا حاولت بس يعني ايه ابين للناس احنا اللفه دي كلها عشان ايه موضوعنا النهارده. بالعكس، حضرتك قدمتي يعني بانوراما جميله جدا ربنا يخليك. واستعراض يعني اعتقد ان هو ملخص لحد كبير للمشاكل اللي احنا بنعيشها وعلاقتنا بالسوشيال ميديا. وحضرتك يعني لمحتي كده الموضوع ركوب الترند او اتكلمتي عنه يعني بمنتهى الوضاحه الوضوح. هو ركوب الترند دلوقتي اعتقد بقى اسهل من ركوب الخيل يعني، او حتى ركوب اي حاجه تانية رياضه يعني، لان ركوب الترند اصبح يعني في منتهى السهوله. كل اللي ايوه مطلوب منك انترنت كويس وموبايل كويس، بالظبط خلاص يعني كده. بمجرد وجود الشيء ده خلاص تقدر جدا تصنع ترند مزيف، وتقدر ان انت تجمع عليه كل السوشيال ميديا، لانه دي بضاعه هتلاقي اللي يشتريها ببساطه شديده. طب خالد يعني خلينا نجيب اكبر ترند، يعني اكبر ترند اليومين اللي فاتوا اللي هو الصفقه بتاعت محمد صلاح. طبعا يعني الناس طبعا ما رحمتهوش، اقبل يا طبعا صلاح هنا، لا ما تقبلش هنا، لا خليك وطني، ما اعرفش ايه. يعني قول لي بقى في حته محمد صلاح دي انت ركبته الترند ازاي كصحفي برضه، لان من حقك تقول رايك ومن حقك توضح الموضوع طبعا زي ما انت شايف. بنتعامل صحيح، احنا بنتعامل طبيعي مع الاخبار دي، ولكن مؤكد بيبقى الناس كلها بيبقى ليها راي. ولكن المشكله كلها يا استاذ ايمان في فكره انه الناس بتجعل من نفسها اوصياء على هذا الشخص او هذا الفنان او هذه الفنانه يعني. ففكره ان هم بيتعاملوا من منطلقهم الشخصي، بيتعاملوا مع صفقه الانتقال دي من ليفربول للسعوديه او الاتحاد جده ان دي صفقه ليهم هم شخصيا، فبيتكلموا بدوافع شخصيه. يا عم روح، ده هتامن مستقبلك، يا عم شوف انت هتاخد قد ايه ومش عارف ايه. والناحيه الثانيه الناس بتتكلم في فكره لا خليك في الدوري او في الدوريات الاوروبيه، خليك هناك الناس بتتفرج عليك اكتر. كل واحد بيتكلم من الناحيه الشخصيه، ده مقبول جدا. ولكن اللي غير المقبول هو فكره الوصايه على الشخص نفسه، وفكره انه في بعض الناس بتتجاوز احيانا في فريق معين او في لاعب معين زي محمد صلاح او في كيان معين، فلاقي الناس بتتكلم طول الوقت عشان فلوس ومش عارف ايه والنغمه دي كلها. ففكره انه ان البني ادمين يبقوا اوصيه هي دي اللي عامله كارثه كبيره، لان بمجرد لما انا اسمح لنفسي ان انا ابقى واصي على محمد صلاح يعني، وهو شخص كبير وعاقل وعارف هو بيعمل ايه، فده انا بدمر واحد من رموز الكره المصريه وبهيله بالمناسبه، لان هو بص، مؤكد عارف هو هو بيعمل حتى ايه. في حتة محمد صلاح انا بشفق عليه والله، على محمد صلاح، لان الناس طبعا كلها بقت طبعا عارفة هو بياخد كام فلوس. ده كفاية بالظبط الحسد والقر اللي بياخده كل يوم، ده بياخد كذا بالدولار، ده باليورو، انت عارف بالمصري يبقى كام. فيعني صحيح حقيقي يعني كنا زمان ما بنعرفش بياخدوا كام الفلوس، صحيح يعني كانوا صحيح. متداريين فلوسهم اجرهم كام لا متداري. هو بس اهم حاجه ان احنا نقولها في اللحظات دي، سواء هو مشي او ما مشيش او انتقل يعني او ما انتقلش، انه ربنا يحميه، ربنا يحفظه من كل ربنا المكروه يحفظه يعني، ويحميه يا رب. يبعد عنه الاصابات، يبعد عنه يعني اي حاجه وحشه. بالتاكيد بالتاكيد انه مهما اختلفنا حوالين هذا الترند ومحمد صلاح، بالتاكيد احنا بنشوف فيه ايقونه ونموذج مهم جدا لفكره الحلم اللي لازم يكمل للاخر، الحلم اللي احنا ناس كتير مش قادرين يحققوا نجاحات فبيشوفوا نجاحهم في محمد صلاح. هي تجربة لابد أن تكتمل للنهاية، هو الوحيد اللي يقدر يقول تكتمل إزاي. ولازم الناس على السوشيال ميديا تدرك هذه الحقيقة، إن صاحب هذا الأمر هو اللي لازم يحدد مصيره بنفسه. طيب هو عامة يعني أنا برضو ليا رأي، يعني إن أعتقد أنا لما بنزل بوست يعني أنا اللي بجيبه لنفسي، يعني ما هو طبيعي طبعا إن الناس هتشوفه، وطبيعي كل واحد يدخل يقول رأيه، ما هو دول الفولورز بتوعي ودول الفانز طبعا بتوعي. فاللي هو يعني واحد أنا ممكن ما شكل لبسي مش عاجبه، واحدة تانية تقول لي أنتي قمر، حد تاني يقول لي ربنا يهديك يا بنتي، طب ما أنا بشوف بلاوي عندي على الأكاونت، ربنا طبعا يهديك يا بنتي، بحس فجأة اللي هو ربنا يهديني إيه اللي هيحصل. فاللي هو أنا ببقى قابلة يعني، لأن دول الناس دول أنا قابلة إن يبقوا فولورز بتوعي، يعني أنا عاملة لهم صحيح أكسبت، صحيح فما ينفعش أجي أقول هم إزاي يدخلوا في حياتي الشخصية. يعني بصراحة لا، يعني أنا بقول إن إحنا اللي بنعرض عليهم البضاعة، ما أكنك أنت تاجر وبتحط البضاعة صح للناس، هل صح ينفع يجي صح يقول لك هو انت ينفع تحط الحلقه ده ولا بتاع؟ طب ما انت اللي حاطه عرضه، فانت حر، عاجبك او مش عاجبك انت حر.
هو السوشيال ميديا عاملة زي ما يكون إنها عقد، يعني عقد مش مكتوب ما بين الشخص وما بين الفولو بتاعه أو الفولور بتاعه، فهنا في عقد ضمني ما بين الاتنين، اللي هو يعني أنا هنزل الحاجة وأنت قول رأيك. بالظبط. شروط العقد ده بإيه؟ إنه يكون هذا الرأي محترم، عدم التجاوز، عدم يعني إن أنت ما تتعداش حقوقك يعني. بالمناسبة الناس بتحب جدا الحالة بتاعت إن أنا هحط صورة شخصية ليا، أو هكتب إنجاز أنا حققته، أو هحط حاجة مع عيلتي، أو أي حاجة من الحاجات الشخصية دي. ليه؟ لأن الناس دايما بتحب إن هي تتلقى الدعم. أنا أحب إن الناس تقول ايوه لي أنت طبعا، شكلك كويس، ايوه طبعا، طبعا أنا الناس تحب أحب تقول لي إن أنت شاطر جدا في شغلك، إن أنت بتعرف تكتب كويس، إن أنت بتعرف تلبس بالظبط كويس. هو ده بالظبط. الأساس اللي قايم عليه فكرة المشاهير بتوع السوشيال ميديا، إن يعني هم انا طول الوقت يتلقوا المشاهدات. اتفضلي. لما بنزل حلقه ليا ببقى طبعا متابعه، عايزه اشوف الناس هتعجبهم الحلقه ولا لا، ايه رايهم في بالظبط الموضوع، بالظبط، شكلي وده شيء حلو ولا طبيعي، ده شيء طبيعي يعني. جدا وما فيهوش مشكلة. كل المشكلة إنه الناس بتتخطى هذا الخط الأحمر، إنه الناس بتتجاوز بص في حقوق، مش انا حقوق، شايفه ان بتتجاوز في ألفاظهم، بيتجاوزوا في رأيهم الشخصي، يعني اللي هو المفروض أنت تقول ده حلو ولا وحش، لا أنا هقول لك ده وحش عشان أنت كذا وكذا 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 بص يا وكذا. يا خالد سيدي الفاضل أنا ما طلبتش منك هذا الرأي. بص يا خالد يعني احنا عمرنا ما هنتحكم في آراء الناس، لأن الناس اللي طبعًا. عندنا دي جاية من ثقافات مختلفة، مش كل الناس متعلمة وبيئات نفس مختلفة، التعليم صحيح. وفي نفس البيئة وفي نفس كل حاجة، فطبيعي جدا. لكن احنا برضو عندنا السوشيال ميديا مخلينا نعمل بلوك أو ديليت خلاص، يعني أنا مظبوط، بشيل مظبوط. الكومنت ده وبعمل له بلوك فما بتخليش تاني. يعني الحمد لله إن عندنا تولز نقدر نمسح الحاجات السخيفة زيادة. آخر سؤال يا خالد، اتفضل. أنت كصحفي يهمك طبعا تركب الترند وتعمل نسبة مشاهدة عالية جدا عندك، تركب الترند ازاي؟ لا هو مش ركوب ترند، انا يهمني جدا ان انا كصحفي ان انا اعمل انفراد، والانفراد ده هيخلي الناس تتكلم عنه، فهو ده مفهوم الترند بالنسبه لي. لكن احنا بنتكلم انه طول الوقت السوشيال ميديا حرفت او خلت كلمه ترند سيئه السمعه. يعني هو المفروض كلمه ترند ليها علاقه بايه الشائع دلوقتي او الناس بتتكلم في ايه، لكنها اصبحت كلمه مبتذله من كتر اللي بنشوفه. فتلاقي الفنانين، بلاش اقول الفنانين، تلاقي بعض الاشخاص بيتفقوا مع بعض على حركة معينة، الحركة دي هتطلعهم ترند، وبالتالي هم حققوا اللي هم عايزينه. لكن في عالم الصحافة وفي عالم الإعلام، ودلوقتي يعني الإعلام بأشكاله المختلفة، الترند المستهدف إنه الجريدة أو الموقع أو أي مؤسسة إعلامية أو تلفزيون أو راديو أو أي حاجة يعملوا حاجة الناس تتكلم عنها، فيما يسمى اللي كانوا بيسموه زمان الانفراد الصحفي يعني، أو السبق الصحفي يعني. فهو ده الترند بالنسبة بص لي، يا إنه أنا خالد، أعمل حاجة تبقى مفيدة أولاً أو فيها معلومة مهمة للناس تخلي الناس تتكلم عنها. بالنسبة لي إذا عملت العنصرين دول يبقى أنا كده حققت الترند اللي خلي الناس تتكلم عنه. لكن السوشيال ميديا خدت الترندات في سكة يعني مختلفة تماماً عن اللي إحنا مش بنتكلم هي عنه. اللي خلت ده، احنا كبني ادمين برضو اللي بنحرف اي حاجه صحيح بنستقبلها، صحيح، لأنه هو بناخد السيء طول منها، الوقت الناس بنعمل السيء منها طول يعني الوقت. بشكرك جدا طول الوقت الكاتب الناس الصحفي. بتدور على يعني لذة الشهرة والسعادة الكاذبة والمزيفة، ايوه فهو دي المنطلق اللي الناس بتطلع منه. فتلاقي الناس حياتهم سعيدة، بلوجر حياته سعيدة وبينزل صور وبيسافر ومع أولاده والكلام ده كله، فيعطيني شعور كمتلقي إنه إشمعنى هو أو ايوه ليه هو سعيد وأنا مش سعيد، بينما إنه ممكن حياته تكون سيئة للغاية وده يعني، طبيعي، ويبقى هو ده وده بس طبيعي لاي الباترينا اللي ناس، بيعرض عليه. ده طبيعي لاي حد. بشكرك جدا الكاتب صحيح، الصحفي خالد ابراهيم، أنا اللي نورتنا بشكرك، يا استاذ خالد، شكرا ليك شكرا يا فندم. جزيلا.